مهدي النهيري، هو من مواليد مدينة الكوفة محافظة النجف الأشرف، أعلن للعالم قدومه مشاكسا الحياة شعرا وإبداعا. سار مهدي النهيري نهرا متدفقا في الشعر، أخذ يضيف لنفسه في كل محطة وجائزة تجددا وإبداعا وجمالا. فهو من مواليد الشعر والفن والحب. أستاذ مهدي لا يحب أن يذكر العمر. حاز لا النهيري على ذكر لا تتصرف، لا ما في مشكلة، لا طبيعي صرينا على العمر حاز بعد نعود لذلك بسؤال إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله حاز النهيري على بكالوريوس اللغة العربية في عام 2005 وبكالوريوس علوم القرآن في عام 2013، ويكمل حاليا دراسة الماجستير، وحاليا اختطفناه من منصة الدراسة. هو رئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف من سنة 2014 إلى 2016. فاز في مسابقات شعرية عديدة، منها الجائزة الأولى في مسابقة السيد الشهداء للشعر قناة العراقية الفضائية في عام 2018، الجائزة الأولى في مسابقة الشهادة أيضا في عام في كربلاء في عام 2019. أما الجائزة الأولى في مسابقة في المسابقة العربية التي كانت بعنوان شاعر الكوثر على قناة الكوثر في عام 2018، أيضا الجائزة الثانية في المسابقة العربية التي أقامتها المكتبة الأدبية في النجف الأشرف للقصيدة العمودية في نصرة الجيش العراقي في عام 2016. رشحت مجموعته الشعرية أنا ما أغني الجميلة إلى قائمة الستة كتب في مسابقة أبي القاسم الشابي في تونس. أيضا حاز على الجائزة الثانية في مسابقة الكساء الشعرية في السعودية الدمام عن مجموعته الشعرية حسن السكوت عليه 2014، الجائزة الأولى في مسابقة شاعر الطف في قناة العهد، الجائزة الأولى في مسابقة علم الأدبية في وزارة التربية العراقية عام 2010، أيضا الجائزة جددا جائزة مسابقة المعلم الأدبي في وزارة التربية ولكن في عام 2019، الجائزة مسابقة الجود العربية في العتبة العباسية، الجائزة الثانية في مسابقة أبي تراب الشعرية في البحرين في عام 2010، الجائزة الثانية في مسابقة ملتقى الشعراء في دمشق 2010، والجائزة الثانية في مسابقة الإمام الصادق، والجائزة الثانية في مسابقة شاعر الحسين في كربلاء. نكتفي بها ونذكر بعض المجموعات الشعرية صدرت للشاعر الضيف، منها هو في حضرة التجلي الصادرة في 2000 وما غال بخاصرة الأرض في 2000 والنقوش التي لا جدار لها غير قلبي 2011، ومسودة للبياض في 2012، أنا ما أغني في 2015، ونهر يحسن السكوت عليه 2015، والمحلى بهل في عام 2020 من منشورات اتحاد الأدباء. له أيضا مجموعات أخرى وله ما الطبع. أيضا كتب عن مهدي النهيري نقاد ودارسون، منهم الدكتور رحمن غرقان، كتب عتبة الكتاب، عتبة الإهداء في النظرية والتطبيق، قراءة في مجموعة نهر يحسن السكوت عليه لمهدي النهيري. كما درس شعر مهدي النهيري برسالة ما صدرت عن جامعة القادسية كلية التربية قسم اللغة العربية كانت بعنوان تطور الدلالة في شعر مهدي النهيري. مهدي في كل شعره متذوقا للنغم ليس معتمدا على الكم، مستندا لقوته في اللغة وموهبته الشعرية. مجددا ونكتب بهذا من السيرة التي أن تكون موجزة نوعا ما ولكن قافلة، استطعنا بعض منها. هنا لنستقي من عذوبة النهيري قصيدة فليتفضل. مشكورا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولاً يعني أقدم الشكر لحضرتك وحضرة الدكتورة وسام ولكل من يحضر في هذه الأمسية، وشكراً لكلماتك التي لا أستحق أكثرها بصراحة، يعني أقل من ذلك بكثير.
لكن ذوقك انت ذوق عالي دكتوره. خلوني ابدا بنص، يعني مثلا ابدا اذا بال تحقق استاذ مهدي، وانا شهادتي مجروحه بك. انت طيبه ورائعه، تسلمين، الله يحفظك ان شاء الله. ببالك فد نص ابدي به لو انا اختار من يمي؟ لا، هذه المرة فد... على ذوقك باعتبار ال... ماشي. الضيافه. خليني اختار نص قصير. تسلمين، نص قصير. نعم، خليني اقول المشكله الاختيار، يعني الديوان بيدي الان. ماشي، نص بعنوان هجس، من الهجس. أنت هنا أم تعودت أن تلعبي بالدوائر، دائرة الوقت، دائرة الشعر، تفعيلة اثنين لم يخرجا منهما دون أن يخرجا زاخرين بالهزيمة والرادحين. أنت هناك تحبين أن أدني، أن أدلك، أن أدعي، أن أدع وجهك المشتهى عابثا وأضيع أحلى القناطر في نهر مصطنع. لست إلاك فانحدري كالصهيل الغريب إلى سهلي الثري، تجربة لا خسارة في نصبها بحبال الكلام. تعالي قليلا سآتي كثيرا، وفي هدبيك الأميرين سوف أجهز مائدة للخصام. نعم، جميل جدا، جميل استاذ مهدي. شكرا. شكرا لك استاذ مهدي. سؤال يعني ربما انا اعرف الاجابه ولكن نشارك به الاحبه. سبب تسميه حضرتك الشهره النهيري او النهيري. نعم. لكن اعرف انه حضرتك تميمي ايضا، ما سبب هذه التسميه؟ وهل لهذه التسمية رابط ودور بكثرة ورود مفردة الماء بأكثر من شكل في شعر مهدي النهيري؟ جيد، سويت يعني حضرتك يعني عللتي هذه التسمية تعليلا شعريا جميلا أحبذه، ولكن مسألة النهيري يعني عشيرة، يعني أنا عشيرتي النهيري، هذه العشيرة عشيرة يعني متوسطة، لا صغيرة ولا كبيرة، متنازع على نسبتها بين قبيلتين بصراحة. يعني قسم من أعمامنا يدعون أنهم ينتمون إلى بني تميم، والقسم الآخر يزعمون أنهم ينتمون إلى بني خالد، فأنا نهيري تميمي خالدي أيضا، يعني لذلك الدكتور وسام بنت عمي، يعني ما شاء الله، وصديق وابن عمي الدكتور علي الغالي. والنعم 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 دكتور، والنعم نرحب بحضرتك. الله يسلمك. الله يحفظكم إن شاء الله. إيه، فهو أصل التسمية هي عشيرة النهيري، عشيرة المصغرة هي النهيري يعني. نعم، شكرا جزيلا للرد استاذ مهدي. وددت سؤالك، درس الدكتور رحمن غرقان عتبة الإهداء في مجموعة نهر يحسن السكوت عليه، وأفرد لها كتابا كاملا كما ذكرت يعني في المقدمة، وهو اسم مهم في سماء النقد كما نعرف. طبعا بلا شك، بلا شك استاذ. ماذا اضافت لك هذه الدراسه؟ انا يعني على حسب علمي انه علاقتك بالنقد غير جيده، هل هذه الدراسه عززت النقد ايجابا براي مهدي النهيري؟ ماذا اضافت لك هذه الدراسه؟ هذه دراسه مهمه، اسم نقدي مهم، ان يصدر كتاب كامل في مجموعه واحده، فماذا اضافت لك كتجربه؟ انت يعني نوهتي ان علاقتي بالنقد انا شخصيا على مستوى القراءه والمتابعه والكتابه علاقه تتارجح بين ضعفها وقوتها، لا احب ان اذهب كثيرا في مساله النقد ولا احب ان اغادرها، لان ساحه مرتبطه بالشعر. اما ان يكتب عني نقد بمستوى ما يكتبه الدكتور رحمن غرقان فهذا يضيف لي كثيرا، يعني كانه يعني وضعني في دائره من دوائر الضوء التي يحتاجها الشاعر. مهما كان الشاعر مبدعا، ولا أزعم أني مبدع طبعا، مهما كان الشاعر يعني له متن شعري قوي يحتاج أن يوضع هذا المتن الشعري القوي في مكانه الصحيح. ومن أهم وسائل وضع المتن الشعري في المكان الصحيح هو أن يكتب عنك ناقد بمستوى الدكتور رحمن غرقان، فهو نفعني كثيرا من حيث أنه يعني أضاف إلى اسمي مجموعة من الأبواب.
نعم شكرا جزيلا. أنت شاعر مبدع يصل ولكنك ولكنك مهذب ومتواضع أستاذ مهدي. الآن نريد أن نسمع من هذه المجموعة التي درسها الدكتور من اختيارك أيضا، ولكن من هذه المجموعة. لا والله أنا الآن في يدي مجموعتان فقط، المحلى بهل وأنا ما أغني. المجموعة لم أحضرها معي للأسف طبعا. إذن حلي لنا الوقت بها بالمحلى بهل. سأختار نصا آخر من المحلى بهل. المشكلة في قصائدي أنها طويلة بعض الشيء يعني، بس راح أحاول أن أختار شيئا منها. خليني أختار جزء من قصيدة. نعم. عندي قصيدة اسمها مقامات الفاء. خليني أختار جزء منها، أبيات منها، قصيدة عمودية. عن شطحة. شكرا. الله يخليك. عن شطحة من خلال الشعر طالعة إلى الحقيقة، صوفيا أجدفها، ونكهة غرقت في الغيب ثم نجت على يدي وأحياها تصوفها، وطينة هزم النسيان رقتها أعدتها، كان ذكر الماء يجحفها، صعقت أحلامها الموتى بأغنية فآمنت عصب المشدود مسعفها، كالمزهرية حبلى وهي من خزف بأحمر كلما تقسو يثقفها، عن فكرة من بنات الرأس تعرفني ولست أدري إذا ما كنت أعرفها، وعن فتاة تمنت كل هاجسة لعينة بي لو تخطو وتخطفها، وعن مشاكسة حقت وسيجها حذار أصطاد عينيها تخوفها، أتلو شباكي آيات ستبلغها لأنني حد هذا اليوم، مصحفها في كل ليل لها صدر يفلسفني، وكل صبح لها روح أفلسفها، بنت من الورد ما زالت تصر على موال أن محالا سوف أقطفها، وأجمل الوحي أني أنتقي صورا وطفلة عبثا دوما تحرفها، إلى آخر النص. نص طويل. الله جميل جدا. جميل. سؤال نود يعني بلد. أنا أعرف أنه عندك موهبة جميلة أخرى غير الشعر وهي الخط، يعني صحيح؟ إيه. يعني هي موهبة أكاد أن تقتر الآن. نعم يعني آثار الموهبة ما زالت باقية، آثار الموهبة. لكن يعني لديك خط مميز جدا وجميل. إيه. الآن لو طلبت من حضرتك أنه تخط لنا بيت من الشعر، ما هذا البيت الذي يخطر على بالك؟ والله إذا كان من أبياتي أنا شخصياً أنت مخير. نعم أني هالمجموعة اللي كتب عنها الدكتور رحمن غرقان هي كما نوهت أنت فازت في مسابقة. نعم. وبعد أن صدرت كتب عنها الدكتور دراسته النقدية الجميلة. هذه المجموعة طلب إلي أن أضع في ظهرها أبياتاً، فقلت للمصمم ضع في ظهرها بيتاً واحداً وهو يتيم، يعني بيت لا ينتمي إلى قصيدة، أقول فيه أنا أحب كثيرا هذا البيت وخطه خطاطون كثر، يعني أقول فيه: جسدي كهارون الرشيد خليفة، ودمي إمام مثل موسى الكاظم. هذا البيت أعتز به كثيرا وأحب. نعم. أن أخطه بيدي. نعم هو بيت. نعم. شائع جدا ومشهور. أحسنت ودمت. لا نغادر موضوع الخط وإنما يعني ننتقل للجوار. لك علاقة مع الورق، ولكن الورق المخطط مرة أو غير المخطط؟ ها عندي قصيدة ورقة مخططة أظن اسمها، يعني نعم إذا كانت تنظر. نعم. الآن هي موجودة في الفهرس، بس أشوف الفهرين ماشي أوكي، بس الفهرس أشوفه يعني من حيني أقل من دقيقة، يعني أقل من دقيقة بكثير يعني. لك كل الوقت. أين هذه القصيدة؟ ورقة مخططة. أنت طبعا ذكرت لي أنك تحتاجين هذه المخططة، أنا ما صار عندي وقت يعني، حتى إذا ما ألقاها فراح أختار غيرها ثم أعود إليها يعني. تمام. زين ما في مشكلة؟ ماشي. لا مشكلة. خليني أقرأ. نعم.
لا ماشي ماشي أقرأ. اوكي ماشي ماشي اذا كان نص... لديك قصيده جاهزه يا ريت يعني. يعني في الديوان موجود اقتصاد يعني. نعم تفضل حبذا نريد ان نسمع. ماشي ماشي خلوني اقرا قصيده اسمها ساعه اثريه. أتحدث فيها عن ساعة يعني أمامي في البيت واقفة منذ أكثر من 80 سنة متوقفة على يعني وقت واحد يعني. فكتبت عنها قصيدة. ترى من وقفت على موته مذ وقفت، ترى من وقفت على موته مذ وقفت، ومن حل عنك بليلا وراح يدور على نفسه دورانك. من أعجبته الطبيعة صوفية كالمغازل دائرة تدني وتعود إلى السر، تلقي بنرجسها في الطريق وتجمعه خائفة. يا لها من حساسية في التوجس، أحسنت أيتها الساعة الواقفة. أهذا الوقوف أخير المطاف أم المنتصف؟ أهذه البداية يا مسرح الوقت أم لا تخيل راقصة والجماهير مشدودة والستائر محذوفة من خيال المنصة، منسية في الجوانب حتى كأن لم تكن، والزمان مفاجأة مس أرقامك الراكضات مع الميل ثم انعطف. آتي دراويشك المرهفون الثلاثة يسابقون ولا يجرحون مواقيتهم ويطوفون في مكة الزمن الدائري. رآك تشيدين مملكة للرحيل وتنسين أخرى وقف. قال يكفي، فقلت له سأجهز من سيرتي لمحة وأوافقك الرأي من بعدها. قال لا وقت، قلت عثرت على متحف فاتخذ لك بيتا كذلك أو لا تكن كي تكون. سوى هذه اللحظة الفصل بين التطلع للساعة الأثرية قبل القرار الأخير وبين العيون. الله جميل جدا. لديك مشكلة مع الوقت ومع العمر أستاذ مهدي. مشكلة عويصة ولا حل لها أصلا يعني. لماذا يعني هل يطفئ الزمان فنك؟ شوفي يعني هاي طبعا العبارة نعم أذكر أني كتبتها مرة. أنا يعني قبل أن أدرك 40 يعني أصابني رهاب اسمه رهاب 40. يعني بدأت قصائدي من تجاوزت 37 إلى 40 هالثلاث سنوات خشيت قصائدي وملئت بهذا الهاجس 40 المخيف يعني، وأغلبها في قصائد يعني من مجموعة الثانية وكذلك قصائد من الشعر العمودي. فكنت يعني مرعوبا من رقم 40، مرعوب جدا، ثم تجاوزته وزال الرعب. كنت أخاف أن أفقد الشعر بصراحة، أخاف أن أتخلى أو أن يتخلى عني الشعر. وفعلا يعني عندما اصطدمت بجدار 40 الشعر يعني لأسباب يعني ظروف اجتماعية مررت بها الشعر غادرني قليلا، ثم عاد إلي من بعد 40 بسنتين يعني، وسنتين يعني قطعا كتابة وقت كثير جدا وصعب على الشاعر، لكني عدت يعني والحمد لله بجروح كثيرة طبعا وإصابات كثيرة، إصابات غير شعرية، إصابات اجتماعية. نعم الحمد لله على سلامتك ويا رب العمر كله أستاذ مهدي. لذلك تجنبت ذكر المواليد في بداية الكلام عندما يعني ذكرت يعني عن سيرة عن حضرتك. أعرف أنه لديك مشكلة مع هذا الموضوع. لا هو مو مشكلة مع العمر، بس يعني الإنسان يتوقع أنه ما زال صغيرا يعني يفاجئ. أنا اليوم تحديدا كنت في السيارة ويعني كان معي رجل لا أعرفه، واكتشفت أنه كان طالبا عندي قبل 20 سنة. فقلت له كم عمرك يا زيد؟ توقعت أنه سيقول 18-19 وإذا به 31 سنة عمره يعني. قلت له الله ينتقم منك يعني سويتني شايف أنت، إذا طلابي 31 سنة عمرهم يعني. ما شاء الله هذه السنوات تجري. الآن نعم الآن الفضاء لك مرة أخرى و... نعم. فماذا ستختار يعني؟ نعود للشعر. أنت ذكرت قبل قليل القصيدة ورقة أي مخططة. نعم أي ورقة، طبعا أنا عنوانها ورقة فقط للديوان للأسف يعني، المفروض ورقة مخططة عموما.
نعم. خليني أقرأها القصيدة. تفضل. ورقة أو ورقة مخططة. هذه الخطوط السود ما الداعي لها؟ هذه الخطوط السود ما الداعي لها؟ استلقت بروعة خبثها فوق البياض. هل الكتابة لا تعيش وحيدة ولذا مقابل أن تكلم نفسها تندس في بلل تيسر من حوار في التوهم جامدا أو جاريا؟ فلربما أصل الخطوط خيال أنهار مخبأة وعاطفة الكلاميين ترغب وهي طبع الماء أن تجري ولو خلف الطبيعة تحتها الأنهار. أو هذه الخطوط حدود أن تنزاح آثام الكتابة خارج الأوراق. قد تستاء، قد يحتلها عدم يهربه البياض، وقد يهددها الفراغ الرحب لو هي أسلمته قيادها. ولعل في الخط القويم مجاور الخط القويم مدائن الفوضى تحاصرها القصيدة ثم لا تنفك، يشغلها تعثرها، فينجو السوء أحسن ما يكون السوء منكسرا ومعتزا بإنجازاته. أن مد أذرعه لخدش الأبيض المحبوس خلف المستطيلات الرتيبة، أن أدار كؤوسه وأثارها من داخل القضبان مكتشفا بها أسماء خارجها ومستلا لها من خاطر القاموس جمهرة من الأحداث تتقن شرها ومسميا خذلانها. هذه الخطوط المنطقية وحده الشعر المفاجئ حين أعجبه التباس المفردات ألانها. نعم جميل جدا. الآن هذه من أي مجموعة أستاذ مهدي؟ هاي مجموعة الأخيرة المحلى بهل. طبعا اجتذبني العنوان المحلى بهل أنا ما أغني. كيف تختار أسماء العنوانات في المجموعات الشعرية؟ يعني هو أصعب ترتبط ببيت؟ لا لا، أنا أحاول أن يعني أحاول أن أختار يعني للمجموعة عنوانا عاما يعني يشمل كل معنى المجموعة، بس ما أختار من قصيدة معينة أو بيت معين. وهي صعبة جدا اختيار العنوان كاختيار العنوان في الرسالة التي حضرتك تعرفيها القضية أكاديمية الترفيه. نعم. مرحلة صعبة جدا عندما يكمل الكتاب، يعني أحتار حيرة هائلة وعظيمة في أن أضع له عنوانا، ثم يجي فجأة كما تجيء القصيدة بالضبط العنوان، يعني كأنه طفل القصيدة يجيء بصعوبة. نعم فعلا، لذلك اجتذبتني العنوانات فسألت. أي. عن ذلك. لو قبل قليل حضرتك ذكرت أنه تعرضت لإصابات أثناء مشوارك، هل تجد أنه أنت بحاجة أن تعتذر لنفسك أو لمن؟ من يحتاج اعتذار؟ لديك قصيدة بعنوان اعتذار صحيح؟ أي نعم موجودة قصيدة اسمعها؟ ممكن، بس هو أنا بحاجة أن يعتذر مني، مو أنا أعتذر، يعني هو أنا مصاب يعني أعتذر بعد ليش؟ احيانا نحتاج الى ان نعتذر لانفسنا، يعني نحن السبب بهذه الاصابات، يعني ممكن. ليس بالضروره ان يكون المقابل. بس قصيده انتظار طويله دكتوره، يعني اكثر من ثلاث صفحات، يعني جزء من المشكله ان قصائدي لا احب ان اقتطعها، بس اوكي خل اختار غيرها. طويله قصيده طويله استاذ مهدي اليوم، يعني هذه الساعه كلها شعر فهي لك. ماشي، إذن سأختار غيرها، مع هذا أختار غيرها طويلة. لك الخيار. ماشي. اسمها القصيدة اسمها خطى. تتمشين بين الكتابة والقلب، ترمين في بركة الروح دفتر ذكرى، يطيب لك الورق المتخلص من حبره والدوائر تقرأ. حلو ولكنه يتخلص من شاعرين ويبتل بالقادم الحلو أيضا. موافقة حسنا للكتابة والحبر والورق المتفتح في الماء، فصل جديد من اللذة انتحري وسأفعل. شد يد الشاعر الشارد الآن في ضفة النهر للنهر، وانتشري فوقه كالورق لئيمة رفقا به. فالفتى في المياه وبين يديك تماما
بثانيتين احتراق. نعم احسنت. شكرا لك مجددا استاذ مهدي. يعني عندما اقول مهدي النهيري يعني يجي ببالي شخص قوي اللغة، صعب أن يجارى، يعني متمكن من الشعر. ما الموقف الذي يجعل مهدي يضيع حتى من الشعر؟ يضيع؟ نعم. متى يعني؟ يعني هو أظن هي نعم هو ضياع الشاعر عندما يكون يعني بعيدا عن قصيدته، عندما تجبره الظروف الاجتماعية أو النفسية أو أي ظرف آخر يعني يجبره على أن يبتعد عن حياته المختزلة في قصيدته، فضياع الشعر هو أن يضيع عن قصيدته. وإلا كل شيء يعني أنا أظن أن اللغة يعني لو امتلك الشاعر زمام اللغة والكتابة يكون كل شيء يعني مهيئا له ومتاحا له، وتكون الحياة أجمل إذا كان محتضنا لغته وقصائده. الشاعر مرتبط نفسيا وعاطفيا ثقافيا بقصيدته، فإذا فقدها فقد حياته وفقد لذته. جميل جدا. يعني سؤال آخر يعني بجانب آخر أيضا، هل كتب مهدي النهيري الشعر الشعبي؟ والله إيه كتبت، لكن قليل يعني. كتبت يعني شعبي يعني أيام زمان بقية يعني بذا شريتك شيء لا، بس أذكر بيت دارمي يعني تعرفين. نعم. الدارمي العراقي شيء أقول ما أعرف يعني شو أقول، ما أتذكر المشكلة إيش قد حلوة بعد الموت. بس ذكر الموت ليس محببا، بس يعني هو لأنه شعر قديم. إيش قد حلوة بعد الموت يذكرني غيري للشاعر المرحوم مهدي النهيري. طال الله يعني هذا من بقايا قديم، هذا قبل أكثر من 23 سنة أو 20 سنة. أي. تمام. يعني أقوى شعر بس مو ببالي يعني قليلة جدا يعني فناسيها. نعم. أستاذ مهدي أنت حسب ما قلت في أحد البرامج بس موضوع الشعر الشعبي أنا نعم يعني مقل في هذا الجانب، لكني عشت مع الشعراء الشعبيين يعني سنوات عمري كلها أنا مع الشعراء الشعبيين أصدقائي، فعندي يعني ما أسميها معرفة، ولكن عندي غوص جيد وغور جيد في مسألة الشعر الشعبي. يعني بإمكاني أن أميز القصيدة الحسنة عن السيئة، وأن أميز الأوزان الشعرية، يعني عندي خبرة جيدة في مسألة الأوزان بشعبيها وفصيحها، فعندي علاقة متينة وقوية بالمتن الشعري الشعبي العراقي تحديدا. جميل جدا. طبعا يعني في قبل قليل ذكرت أنه حضرتك في أكثر من برنامج ذكرت أنه لك تأثر بخالك، تأثر شخصي عاطفي إبداعي بخال حضرتك، وقلت فيه شعر أيضا. الآن الذاكرة اليوم عند الأستاذ مهدي غير جيدة، لذلك هو معذور باعتبار أنه نعم. ذاكرتي ورقية فلم أحضر معي. اليوم الظرف خاص يعني، لذلك أنت معذور. إحنا بالعراق نقول ثلثين الولد على خالة. يبدو تأثر حضرتك أيضا. والله ولا شوية على خالة أصلا، لكني يعني أحب. لا مو بالشكل يعني. لا مو الشكل، هو شوف يعني خالي يعني رحمه الله يعني كان رجلا يعني أستطيع أن أصفه بأنه كان عالما. نعم. وكان هو وكيل سيد باقر الصدر يعني، وكان مدرسا وكان محبا لتلاميذه بشكل غريب. الآن عندما يذكر اسمه أمام تلاميذه ينهالون وينهارون بالدموع ويصفونه بالولي الصالح رحمه الله. عندما يعني أعدم خالي يعني إعدامه سبب في بيتنا ظلمة نفسية هائلة وغريبة، وكنا نعيش ظروفا قاسية جدا. طفولتي كانت معجونة برحيله، لذلك هو أثر بي كثيرا. وطبعا هذا التأثر تحول فيما بعد إلى ديوان شعر، كتبت عنه ديوانا كاملا على وشك. نعم. أن يطبع قريبا إن شاء الله. نعم. هل تذكر لنا شيء من هذا الديوان؟ يعني ما أعرف، بس أقول له هيك: أيها اليوسف المضيع ماتت فيك بحثا ولم تجدك البئار،
إلى قصيدة طويلة ما أتذكر منها ولا حرف يعني سوى هذا البيت. بس قريبا يطبع الديوان. لك أن تختار قصيدة أخرى. أيضا من المحلى باعتباره ديوانا جديدا. خليني أقول مثلا شنو أختار. نقرأ شعر عمودي وهو يقرأ التفعيل. أنا لك الخيار اليوم أنت معذور أستاذ مهدي، لكن لنا يعني معك لقاءات أخرى إن شاء الله. والله شرف، شرف لي كبيرة. شكرا لك. خليني أختار من قصيدة، أي قصيدة أيضا جزء من قصيدة أقول فيها: تتوهجين بأضلعي، تتوهجين بأضلعي فأضاء، ويؤكد الجريان أنك ماء. هي متعة أني أحار، أأنت لذع النار أم ضفت الهوى الصهباء؟ أحلو إذا غافلت قلبي واعتزلتك واستراحت داخل الضوضاء، وتسافرين وتسفرين وما أزال على جداري تخدش الأسماء. ما بينما أشعلت بي ورماده يدمى الحنين وتدمع الحناء. حدسي بأني لم أكني حارس، ويقين قلبي بالزوال عزاء، لكن جنوني وهو جني يريد أعود حيث الماء والإيماء، وأنا أقل من الأقل، فلو رجعت إلى حكايات المساء وساء. السنبل المحصود في كيس العقيدة مثل وجهي قشرة صفراء، لم يبق للداعون غير مصاحف أحكامها كدعائهم جوفاء. فإذا قرأت صغرت في التأويل حيث تباهر القرآن والقراء، حيث اصطدمت بغير ذاتي أفرغتني من دم البيضاء والسوداء. لولا أخ للخيط أنحف منه لم أصمد، وكان سبتني الصحراء. خيط يضيء الشك حين الشق ثرثر، والحقيقة إبرة خرساء. لابد من ليل بغير الله تحمي الروح هذه الوحدة الرعناء. لابد يمشي الله في كأنه السهر الشفيف يمسه إغفاء، لا أن تسلطه علي عصا وإن هي شافعاها مصحف وسماء. وإلى آخر القصيدة أيضا. أحسنت، كل الإحسان. شكرا. يعني أستاذ مهدي، يعني سؤال باعتبار قبل قليل ذكرتك أنه التقيت بطلابك. إحنا يعني الكلام اللي مجهزيه باعتبار القصائد اللي طلبت من حضرتك أنه تجهزها يعني كانت غير حاضرة، فتغير الجزء من الحوار. هي بعضها موجود، نعم بعضها موجود والبعض الآخر نعم. قبل قليل ذكرت أنه التقيت بطلابك. الآن لو يعني أسأل المهدي النهيري إذا صنف جمهوره، يعني أي الأعمار تجدها متذوقة لشعر مهدي أكثر من غيرها؟ يعني شوفي ما أعرف، أنت أعرف يعني ما بس ما أعرف يعني مرات أنا يعني ألتقي بناس يعني ليسوا أصدقاء سابقين وأجدهم يعني يحفظون شيئا مما أكتب، وهذول الناس يعني مختلفو الأعمار، قسم منهم خمسينيين وقسم أربعينيين. بس أظن أن ظنا ليس أكيدا أن جيل التسعينات يعني الآن أعمارهم 30 سنة ودون 30 هم أكثر يعني التصاقا بما أكتبه. أظن يعني أشوف أصدقائي يعني أصدقائي الأصغر مني مثلا ب 15 سنة ب 20 سنة، الجيل الشباب الآن الطالع يعني أرى أنه يعني تأثر شيئا ما أحب هذا النوع من الشعر، بس هذا الأمر ما محسوم. جميل يعني. جدا فن. حتما هو ليست قاعدة يعني نقول بالعموم يعني أكيد ليست قاعدة يعني أشعار حضرتك الشاعر يعني الشاعر في أول أمره وفي آخر أمره يوجه قصيدته إلى ذاته، وحتما هناك نعم. أستاذ مهدي
قبل قليل عندما تحدثنا قلت أنه المهدي النهيري متمكن من اللغة. أحيانا الشاعر يكون فقط لديه فطرة وموهبة يعني، ويعزز يعني ذلك بقراءات. أما ثقافة مهدي النهيري القوية التي يلاحظها الجميع يعني، ما إلى ما يعني تعزي هذه الثقافة وهذا التمكن؟ هل مثلا كانت لمهدي النهيري قراءات واسعة؟ منذ متى بدأت هذه القراءات؟ ما هو أول كتاب مثلا بين يديك؟ نعم، شوف يعني الجواب يعني أقوله بكل بساطة وبدون يعني أن أبالغ بالأشياء، أنا نميت ثقافتي إذا كنت مثقفا لغويا، بس يعني هذا الأمر أيضا ما محسوم عندي، بس إذا قال عن الناس أني يعني لغتي جيدة، فهذه اللغة يعني أنشأتها ونميتها وراعيتها وكبرتها من خلال قراءتي للشعر العربي التراثي القديم. يعني أنا أول ديوان قرأته في حياتي هو ديوان أبو الطيب المتنبي، وأنت تعرفين من هو المتنبي. وثاني ديوان قرأته هو ديوان الجواهر الجزء الرابع، وتقريبا هو أهم ما كتب الجواهر الرابع والثالث يعني من أعماله. فهذان الشاعران العظيمان هما من رفدا لغتي ودعماها بعمقهما وقوتهما. ثم في معهد المعلمين التقيت بشاعر لغوي عظيم وهو الأستاذ عبد الحسين حمد، هذا يعني شجعني أن أخوض أكثر في الجانب اللغة. ثم دخلت الكلية أيضا ساعدتني شيئا ما في أن يعني أتوجه للنص النحوي وأن أتبنى النص النحوي، يعني مجموعة عوامل. يسبق كل هذا هو أستاذي في الابتدائية، يعني عندما كنت في الصف الخامس الابتدائي كان أستاذي رحمه الله أو يعني أبقاه الله، ما أعرف هسه وين صار، يعني تولاه الله برحمته حيا أو ميتا، هو الأستاذ عبد الهادي، حتى لا أعرف عشيرته بصراحة. أستاذ عبد الهادي يعني أعتقد يعني وفق عمري، ذاك كان عمره 10 سنوات، أظن أنه كان عالما عظيما. هو اللي يعني شجعني كثيرا من حيث لا يشعر، يعني كنت أخذ عنده درجات كبيرة ومهمة في درس اللغة العربية في القواعد والإنشاء. ويسبق هذا أيضا، يسبق هذا الرجل الأستاذ عبد الرزاق حساني، هذا درسني في وأنا عمري 9 سنوات في الثالث، يعني كنت صغيرا جدا. هذا أيضا دفعني إلى الشعر دفعا رهيبا، يعني كنت أكتب الإنشاء مخالفا لما يكتبه زملائي وكانوا يشجعوني كثيرا. فهذه الأسماء الكثيرة من الشعراء والمدرسين شجعوني على أن أكون قويا إذا ادعيت ذلك، قوية في اللغة يعني. نعم، إذن البدايات مهمة أستاذ مهدي لمن يعني يريد أن يهتم باللغة العربية، البداية مهمة، القاعدة الأساسية مهمة لدى الجميع وليس عند الشعر فقط. شوفوا دكتورة، البحث في الجذور بحث مغني ومتعب جدا، يعني بإمكاني أن أضيف على هذه الروافد روافد كثيرة جدا، يعني مثلا الرافد الذي يسبق هؤلاء هو رافد مكتبة والدي، كان لوالدي مكتبة أعدها مكتبة جيدة في الثمانينات، إضافة إلى ذلك رافد والدتي وكانت شاعرة شعبية وكانت لديها كتب خاصة في مكتبة والدي، كتبها الخاصة يعني غير كتب والدي. يعني رافد المدارس الحسينية هذا أيضا دعمني كثيرا، مجموعة كبيرة من الروافد التي دفعتني إلى اللغة واحتضان اللغة. نعم، نحتاج إلى هذه النصائح، خصوصا أنه منتدانا منتدى الضاد، يعني فالأساس في اللغة العربية مهم جدا أن طبعا. نبدأ مبكر في طبعا. يعني أن نأخذ هذه الطريقة الصحيحة، التعامل مع اللغة مهم جدا، هو الطريق الأول. نعم أستاذ مهدي، حتى يعني يكون للشعر الجانب الأكبر من الحديث، نعود مرة أخرى. راح أختار نص من مجموعة أنا ما أغني، هاي المجموعة التي صدرت سنة 2015. نعم، وهي كل شعر التفعيل. نعم. هاي عندي قصيدة اسمها تعريفات، سأختار منها يعني بعض التعريفات وأقرأها. تعريفات يعني تفعيلة، مو تعريفات منطقية، تعريفات شعرية. الهروب
الهروب إلى غيمة في المساء المشقق خيط يسمى قصيدة، البقاء بلا شاعر بدوي يكابر تحت الضلوع بلاد تنادى كذلك لكنها دون سقف، الكتابة حين يكون الكلام شريطا طويلا من الهرطقات، اطلاع على نشوة الله حين بدا آدم في يديه كجرة ماء، التمشي على ضفة الجرح وهو يغني ويعرب عن نفسه مستريحا نبوة، التأمل حواء فوضى ستحبل في غرفة الذاكرة، آه من ورط الأغنيات بقلبي وقلبي تلاميذه ناشزون، آه من ساقني لغياب تغلفه مهزلا، إن روحي بقية باب عتيق على عالم من خراب، يدي نجمة في الهواء خماسية نقشت في السدى، حيرة لا نهاية فيها قطار يئن بصحراء روحي. أحسنت، شكرا جزيلا مجددا. يعني أستاذ مهدي، تحدثنا قبل قليل عن اللغة، ويعني المحبة عندك واضحة لها، هل فكرت أن تكتب نص سردي يعني وليس شعري، نص نثري؟ هل هناك مشروع بهذا الاتجاه؟ هو أنا يعني سبق أن كتبت نصا نثريا ونشرته في مجموعتي الرابعة اللي هي مسودة للبياض، يعني ها يعني المجموعة كانت مقسمة إلى أقسام ثلاثة، القسم الأول كان مجموعة من القصائد، يعني قصائد يعني مفصولة عن بعضها، الصنف الأول القسم الأول منها، القسم الثاني كان قصيدة طويلة موزعة بين التفعيلة والنثر والعمود، أيضا ثلث المجموعة، والثلث الأخير من المجموعة كان نصا نثريا بطول 40 صفحة، طبعا لا أسميه قصيدة نثر ولا أسميه شعرا لأنه كان منثورا، فخليني أسميه نص نثري. هاي التجربة تقريبا هي التجربة الوحيدة في كتابتي النثرية. أما بخصوص المتعلق بالسرد، السرد يعني إذا كنت تعنين بها الرواية أو القصة، فلم أجرب هذه التجربة إلى الآن، يعني لم أفكر بهذا الأمر، بس ممكن يعني ممكن التجارب إذا نمت أكثر، الثقافة إذا تصاعدت أكثر، ممكن يعني أكتب قد رواية فرضا، يعني الآن التوجه نحو الرواية، يعني حتى الشعراء يعني تركوا مقاعدهم الشعرية وذهبوا إلى منصات الرواية ودخلوا في جوائز وفاز بعضهم بجوائز كثيرة، فهذا ممكن يعني مستقبلا لعله الشعر سيمنحني فرصة أن أكتب رواية، أقول هذا يعني لعله ليس أكيدا أبدا، بس كتجربة حقيقية ما موجودة سوى هذا النص النثري اللي يحكي عنه، يعني ليس هنالك مشروع مستقبلا قريب يعني بهذا الاتجاه؟ لا أرى في الأفق أي مشروع من هذا. طيب أنت تحب اللغة، ونحن يعني في منتدى الضاد يعني بحاجة إلى أن نذكر قصيدة عن هذه اللغة، إذا كان لديك شيء من هذا القبيل بما تتصل به للغة العربية. القصيدة اللي قرأتها قبل شوية في أواخرها يعني هي قرأت في مهرجان عن اللغة في جامعة سومر في الناصرية، بس كن أرجع للقصيدة وأشوف وين صارت، هي في آخرها كانت اللغة موجودة، بس منحيني يعني ثواني، حتى عنوانها اسمها لغة، بس خلي أشوف المقطع الخاص باللغة. أي كل الوقت حتى يعني لا. تكون في خواتيم الأمسية، يعني كأن له علاقة باللغة. قلتها أقول لم أدري هل في الوقت حكمة أي يخف، وأن تحف الليلة الليلاء باللؤلؤ اللغوي بالآباء، سد مسدهم كي يعرب الأبناء بالسحر، حين ترى الكتابة نفسها بسياق ألا تثبت الأشياء، بالمطمئنة وهي مربكة تنادمها قصائد حلوة ونساء، قلت النساء
فم القصيدة هامسته الروح لو غزل وأنت غناء أن تسكب امرأة وتشرب كأسها وتقول أشهى الخمرة السمراء أو أن تطل على قوام الورد همسا حتى يدلع نفسه الإغماء أن تنقش الأحلى على امرأة وتزعم أن هذه وحدها حواء لهو انتشاء الآدم الندمان لا مر الخيال به ولا الخيلاء. دكتورة هو المسألة الاحتفاء باللغة هو أن تكتب قصيدة في هذه اللغة العربية هو هذا خير احتفاء باللغة ليس شرطا أن تنظر لهذه اللغة. أردت قول ذلك قبل قليل. نعم أحسنت. أكيد أتفق معك تمام. لكن قصد الموضوع شكرا جدا المهدي الختيم هذه في الوقت حاكم كما للأسف أيضا على الضيوف ولا نريد أن نتأخر أكثر. أنا آسف والله أنا عطلتهم يعني وانتظروني أكثر من ساعتين.